الو. الو، ايوه، ازيك يا سامي؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه قوي قوي ان انا بكلم حضرتك والله. ربنا يخليكي. طيب اتعرف بيكي؟ ممكن بلاش الاسم؟ ممكن جدا بلاش الاسم. طب كام سنه؟ انا عندي 27 سنه، مرتبطه، متجوزه، متجوزه، وعندي ولدين. ربنا يخليهم لك. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا طبعا جواز تقليدي. ليه طبعا؟ يعني ايه اللي خلاه يبقى جواز تقليدي؟ هو يعني انا كنت مرتبطه قبله كده، وبعدين ما حصلش نصيب، وجيت اتخطبت لواحد انا ما كنتش عاوزاه، وكنت عايزه باسرع طريقه ان انا ازاي اتخلص من شخص انا ما كنتش حباه ولا قادره ان انا اتحمل حياتي معاه خالص. فخدتي واحد تاني مش حباه؟ فخدت لا مش حباه، يعني راضيه بمعنى اصح. يعني اذا بيقولوا كده يعني احسن الوحشين او ايوه. آه. يعني النار ده ولا جنه اللي انا ما كنتش عايزاه. صح. انا عايزه اقول لك ان انا من يوم ما اتجوزت بقالي حاليا 8 سنين ونص ما فيش يوم راحه عندي، لا من اهله ولا منه. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني انا عندنا في الارياف انا معزوله، يعني انا ده لوحدي في بيتي، في بيت عيله بس لوحدي. تدخلات بقى في كل حاجه، في العيال، ما اعرفش اربي عيالي كويس، مش عارفه ابني لو عمل اي حاجه غلط مش عارفه اقول له صح، حتى يعني هما بيتدخلوا في تربيه الاولاد. وانت ليه سامحه لهم ان هما يتدخلوا في تربيه ولادك؟ لان جوزي سامح بكده، وانا لو اتكلمت هيبقى في مشاكل، مش عارفه. طب ما تتكلمي مع جوزك نفسه قولي له ما ينفعش كده. قلت والله كتير، وهو يعني زي مش عايز يزعل حد منه. لا قولي له لا، ما دول ولادنا، احنا لو اهملنا فيهم هيضيعوا مننا. والله قلت كتير، قلت كتير. انا دلوقتي مشكلتي مع اهله، يعني امه من كام يوم سمعتها بتغلط فيا يعني بدون اي سبب، وانا كويسه معاها تماما، بروح عندها وبقعد معاها وبعمل لها كل اللي هي عايزاه، اي اكل بعمله في البيت لازم تكون ليها نظيفه. عندها كم سنه والدته؟ هي كبيرة 75 سنة تقريبا. طيب ست كبيرة وممكن تكون بتتزرزر، بتتنرفز، بس على فكرة هي ناصحة قوي يعني. حلو، بس بيبقى خلقهم ضيق جدا، بيبقى خلقهم ضيق وكلامهم على طرف لسانهم. ايوه فاهم. فما يعني ما تحطيش في دماغك. الناس الكبيرة دي ما نحطش في دماغنا قوي على كلامهم، ما ندقش قوي على كلامهم، لأن هو لو هدقنا وهنزعل، وهم طول النهار بيقولوا كلام كتير. ايوه فاهم. عارفة أقول لك على حاجة، البني ادم لما بيكبر قوي في السن بيبتدي يتراجع شويه زي الطفل. الطفل لما بيغلط ما بيبقاش حاسب هو بيقول ايه. تمام، انت فاهماني؟ فهي ست كبيره وخلاص، يعني ما تدقيش قوي على كلام، اعتبريه ما تقلش. بس اهم حاجه ولادك تبتدي تهتمي بيهم وتربيهم انت التربيه الصح، وما تسمحيش لحد يعني يبوظهم لك. انا عايزه اقول لك انا دلوقتي انا حصلت معايا مشكله مع جوزي من قريب. انا مش عايزه اوضح اسباب يعني تفاصيل، بس هو انا واحده قريبتي تبقى مامتها تبقى بنت خالتي، اتصلت عليا في الليل وقالت لي يا خالته انا عندي مشكله كذا كذا كذا. مامتها طبعا شغاله وباباها تعبان، فما عندهاش حد ان هي تحكي له، يعني اعتبر انا زي من سنها فتحكي لي، بتحبني بتحكي لي. قالت لي في واحد قريبك بيكلمني وبيحبني ومش عارفه ايه، بيطلب مني طلبات مش كويسه وكده. طلع جوزك؟ لا 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 خالص. طيب كويس. فهي انا لا كلمت الولد ده، هو فعلا قريبي يعني، بابا قريب مامتي ويعني قريبي قوي يعني. فكلمته، كان الوقت متاخر صراحه، ممكن تكون دي غلطتي. كان الوقت متاخر وانا اكبر منه بحوالي 5 سنين او 6 سنين تقريبا يعني، فبالنسبه لي زي اخويا الصغير. جيت كلمته وخلصت الكلام معاه وقلت له يعني ما تحاولش انت تكلمها تاني لو مش بتحبها او كده، يعني بحاول ان انا الم الموضوع بيني وبينهم يعني. فقال لي خلاص تمام، وانا مش هكلمها تاني، وانا مش هتجوز دلوقتي، وانا لسه في الجيش ومش عارف ايه الكلام ده. وخلص كلام معايا ومسحت الرسائل، وانا ما سجلتش رقمه اصلا لان انا يعني ما مش هكلمه، ما فيش بيني وبينه كلام.
فمسحت رقم ومسحت رسائل وسبت الاتصال على الواتس عندي. كان الوقت متأخر حوالي الساعة 2. فجوزك شافه؟ فجوزي شاف الزنة بتاعت الواتس. طبعا زال وبهدلني شتمني شديدة وحشة وطردني من البيت وقال لي امشي وده يعني خلاص انا هجوز احسن وجيب احسن منك وانت مش تنزليني وقال لي كلام جارح كتير يعني. فهو كان الاول فاهم ان يعني هو بيحصل ان ده واحد غريب انا بكلمه. طب انت ما فهمتيهوش ليه الحقيقة؟ فهمته الحقيقة ووريت له الرسائل اللي بيني يعني خليت بنت قريبتي دي تبعت لي الرسائل على وقت تاني لان هو كان في الوقت ده حلف عليا ما فيش وقت ولا في اي تواصل اجتماعي خالص. حلف عليا بالطلاق ثلاثة ما فيش اي تواصل نهائي. فمسحت فعلا الحاجات دي خلاص وهو بالفعل رحت بيت بابا وخليت قريبتي دي بعتت الرسائل الصوتيه اللي بيني وبينها لان انا كان الولد بيكلمني فكنت بعمل سكرين وابعتها ليها عشان تتاكد ان هو ما بيحبهاش وكده. فطبعا الحاجات دي كلها موجوده عندي انا. بعتها ليه وهو هادي بس خد وقت يعني قعدت 21 يوم في بيت بابا. هو خد وقت على ما هدي نفسيا وهدي من ناحيتي. جميل يعني الامور بدات تتصلح. هو اتحسنت وقال الحمد لله دلوقتي في بيتي بس انا نفسيا مش قادره اتعامل معاه. يعني انت اللي غلطتي ومش قادره تتعاملي معاه؟ ما هو انا يعني هقول لك حاجه ما هو انا فعلا غلطت لان الوقت متاخر. خلاص لا غلطتي انك ما قلتيلوش على فكره. لا ما قلتيلوش. المفروض تقولي له حصل كذا 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 وانا عايز اكلم الولد ده واشوف الموضوع ايه وتكلمي الولد ده وانت وجوزك قاعد جنبك. انا عارفه ان هم مش هيوافق فانا اتسرعت دي غلطتي فعلا اتسرعت وعملت انا بعترف يعني انا اعترفت له قلت ايوه فعلا انا غلطانه دي غلطه مني انا بس قسما بالله انا ولا ماشيه مع واحد ولا انا بكلم واحد لا دي كانت مشكله ولو ما كانتش اتحلت كانت البنت الصغيره دي هي اللي هتتضر فيها فانا كان نيتي فين. تخيل لو هو اتحرك في الموقف ده اتعرض للموقف ده واضطر يكلم واحده بالليل ويقعد يرغي معاها هتبقي مبسوطه؟ هو قال لي وانا قلت له طيب لو قال لك بصي حصل موقف وفي فلانه الفلانيه وعايزه اكلمها وبتاع وقدامك اما اكلمها كنت انت هتبقي حاضره المكالمه وكل حاجه تمام مش كده؟ ده اللي المفروض كنت تعمليه ان يبقى كل شيء في النور. على فكره كل شيء على وجه الارض يحصل في النور بوضوح وبصراحه مريح جدا غير لما الست بتخبي على جوزها خوفا منه او خوفا على زعله او الراجل يخبي على مراته خوفا منها او خوفا على زعله. طب ما اقول لها بصراحه في مشكله وتعالي نقعد نفكر سوا وناخد راي بعض ونحلها سوا. دي حياه الشركه انت شريكه ليه وهو شريك ليكي لازم تبقى الحياه بينكم بالشكل ده. بص يا بنت الناس مشكلتك انك في بيت عيله وانت مش اول ولا اخر واحده في بيت عيله ولكن اتعلمي واحدة واحدة كده انك تتأقلمي على الوضع. اهم حاجة في القصة كلها ولادك انك تهتمي بيهم وان محدش يبوظهم لك باي شكل من الاشكال وكده يبقى عن طريق نقاش واضح وصريح بينك وبين جوزك علشان تتفقوا مع بعض ازاي تربوا ولادكم.